صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم، وكتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. اهلا بكم وحلقه جديده من الناس الحلوه. موضوع اللي انا هبدا بيه كلام النهارده موضوع الحقيقه هياخد منا سلسله من الحوار، مش مره واحده هنتكلم فيه عشرات بل اكتر من كده، عشان نوعي الناس لخطر شديد جدا، عنوان خطير للغايه ومنتشر في العالم كله وفي الوطن العربي وموجود في مصر، بس موضوع مسكوت عليه. فزوره، هي فزوره، حاجه يعني تقعد تفكر فيها شوية قبل ما أصدمك وأقول لك إن أنا هتكلم عن التحرش بالأطفال. الكلمة دي واقعة عند ناس كتير قوي، بيكون في الأول واقع أشبه بالإنكار. الإنكار حالة مشهورة جدا في علم النفس، إنه أول ما حد يسمع حاجة زي كده ممكن قوي دلوقتي حالا يفكر، أول ما يفكر ده مش هيحصل في ولادي، ده مش قريب مني، ده بعيد عني خالص. الكلام ده في منتهى الخطورة، إنك أنت تنكر في الأول. إحنا بصدد جريمة، هو توصيفه جريمة، مفيش حد ينكر ذلك أبداً. الجريمة فيها جزء مرضي، لكن هو لن يخرج الأمر عن إنه جريمة. في ضحية، في عوامل، في مشاركين في الجريمة سواء بالفعل أو بالإهمال، فخلوني أكلمكم عن واحدة واحدة من الحاجات دي. أول العوامل هكلمكم عنها، هنتكلم في العوامل التي تتعلق بهذا الأمر الخطير للغاية، تحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي على طفل. أول حاجة، ودي حاجة برضو يعني في منتهى الخطورة، ومش شرط كل العوامل تكون موجودة، لكن هذا العامل مهم جدا، هو انخفاض مستوى المعيشة. ناس كتيرة جدا عايشة في مكان عبارة عن أوضة وصالة أو أوضة بس، كل حياتهم هي أوضة، زي ما الفنان الرائع عادل إمام مرة في مسلسل في مسرحية قال له أنت عايش فين؟ قال له أنا عايش في الأوضة. أنت ومين؟ أنا ومراتي وسبع عيال وأمهم وأمي، قاعدين كلكم في الأوضة، يعني سايبين الشقة كلها وقاعدين في الأوضة. يعني طبعا قال له يا سيد ده هي أوضة، في هذه الغرفة هي الحياة، والرجل ومراته ممكن جدا نتيجة نقص الوعي ونقص الثقافة المرتبطين بنقص المستوى الاجتماعي أحيانا يعملوا علاقة زوجية، ممكن هم بيتهيألهم منهم مش في حالة اطلاع أو ما فيش حد مطلع عليهم، والأولاد مش شرط يشوفوا بس بعينيهم علاقة زوجية أو علاقة جنسية. الكلام ده مهم جدا، ممكن جدا بودانهم يسمعوا، عشان كده ده شيء مهم جدا. برضو الحاجة التانية، مشاهدة الأفلام السينمائية والمسلسلات اللي فيها مشاهد جنسية. هقف عند الحتة دي شوية. للأسف الآن في نوعية من السينما مش مصرية بس، في العالم كله بيقولوا عليها السينما الواقعية. ومن ضمن الواقعية في السينما أن أنا أطرح قضايا صادمة، وبدأ يكون هناك نوع من التسابق على طرح القضايا الصادمة، زي طرح قضايا الشذوذ. يعني يعمل فيلم كل الفيلم بيدور حول الشذوذ، وكأنه قضية يعني تستحق الدراسة مثلا من ناحية السينمائية، أو يصور مشاهد مباشرة للشذوذ عشان يعني يغرقنا في الواقعية من وجهة نظر السينمائيين. دي قضية مش عايز أدخل فيها. المشكلة أن هذه الأفلام توجد على الشاشة، مش الكبيرة بس والصغيرة، ومين اللي قال الشاشة الكبيرة بمعزل على الأطفال؟
ما هي ممكن جدا الطفل يدخلها، وما فيش يعني زي ما بيقولوا براءة أو مسوغ يخليني أعدي من خطورة عرضها على الأطفال في أن أنا أكتب بلس 18 بلس 18 أو بلس 16 أو بلس 12 أو بلس 95 أو بلس 35. ده مش هيخلي الطفل يبعد. وبرضو دلوقتي في بعض الأفلام اللي هو يكتبه في الأول ينصح بالإشراف الأبوي، ده مش معناه أنه أنا كده حميت نفسي، حميت نفسي كمقدم لمادة فيلمية أو حميت الأطفال هيتفرجوا، بل إن بالعكس ده عند الأطفال يعني more attraction more attractive جذاب بشكل أكبر إن أنا ألاقي بلاس 18. حاجة تانية كمان، استخفافنا بقدرات الأطفال مع التعامل أو في التعامل مع الأجهزة الحديثة، من سواء الكمبيوتر آيباد الموبايلات. الطفل وسنه صغير جدا ممكن يكون عنده قدرة عالية جدا على التعامل مع الأجهزة دي، ده بيكون أشطر أحيانا، بعض الأطفال بيكونوا أشطر في التعامل مع الأجهزة دي من الكبار، ويقدر يدخل على مواقع زي ما هو عايز. والطفل بطبيعته ما بيبقاش عنده قدرة على التفرقة بين الصح والغلط، فممكن جدا يدخل على مواقع إباحية، ممكن يدخل يشوف مواقع بالصدفة يكون أبوه أو أخوه كبير دخل عليهم وسابهم على الموبايل من غير ما يعمل لهم إريز، من غير ما يحذفهم. فالطفل شاطر دخل بسرعة على الآيباد، فهم، عرف، اتفرج على مواقع جنسية، قد تكون مواقع جنسية بتعرض جنس طبيعي أو بتعرض جنس شاذ، وفي الطفل ما يقدرش يفرق، ما عندوش القدرة الإدراكية والوعي ومستوى النضج بتاع الحلال والحرام. كمان في حاجة مهمة جدا جدا هي الشكل المرضي للفعل. مرض الاعتداء أو الميول، هما في الغرب عندهم درجات من طرح المشكلة، فالميل الجنسي للاعتداء على الأطفال اسمه البيدوفيليا. والبيدوفيليا ده الآن العالم الغربي كله وأيضا المراكز المتخصصة يعني بتستغرق وقت طويل وبتستغرق إمكانيات كبيرة جدا في دراسة هذا المرض. البيدوفيليا عملوا تصوير بالرنين المغناطيسي على عقول أو على البرينز بتاعت المعتدي الجنسي، المعتدين الجنسيين على الأطفال، فوجدوا يعني أنه في عوامل مشتركة مهمة جدا في هؤلاء المجرمين اللي هم مصنفينهم على أنهم عندهم مرض البيدوفيليا. من ضمنها أولا حجم المخ الخاص بمريض الاعتداء أو مريض البيدوفيليا، لو مريض الاعتداء الجنسي على الأطفال حجمه أقل. أيضا نسب ذكائهم منخفضة بشكل ملحوظ. وجدوا علاقة برضو في دراستهم ما بين نسبة الذكاء المنخفض وبين سن المعتدى عليه، السن اللي بيرغب أو ممكن يقدم المعتدي على الاعتداء عليه، فوجدوا أنه كلما قلت نسبة الذكاء عند هؤلاء المجرمين، هؤلاء برضو هرجع أصنفهم على أنهم مرضى البيدوفيليا، كلما كان سن المعتدى عليه كان أقل، كان أصغر. باحثين كنديين وجدوا علاقة وثيقة بين عدد الإصابات في الرأس في مرحلة الطفولة وبين كمان أو تواجد هذا العدد الكبير من الضربات على الرأس وبين أنهم يتحولوا إلى معتدين جنسيين في المستقبل. فلقوا انه الطفل لما بيتعرض الى خبطات عديدة على راسه على دماغه ده ممكن يتحول في المستقبل. دي دراسة كندية. في دكتور مشهور قوي اسمه جورجي بوليستيمي، ده عمل دراسات قالت انه في فرق بين الميل وبين الانخراط او الولع. فقالوا انه قال في دراسته انه المساله تبدا بميل الاعتداء على الاطفال عند اولئك المرضى المصابين بالبيدوفيليا، هذا الميل ينقلب في مرحله لاحقه الى ولع. لكن مرض خطير جدا، ولا ينفي وجود هذا المرض انه من يرتكب هذا الامر هو في النهايه مجرم. برضو لازم نفهم انه عدد
الاعتداء أو وصل الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى أرقام مرعبة مرعبة. الاعتداء الجنسي على الأطفال وصل إلى 30% من الأطفال. الاعتداء الجنسي على الأطفال مش شرط يكون ممارسة فعلية، مش شرط يصل إلى الممارسة الجنسية الكاملة، لكن ممكن جدا الاعتداء الجنسي على الأطفال يكون بالملامسة، بالتقبيل، بتحسس الأعضاء الجنسية، بالقرب، بالضم الغير مبرر، الحضن غير المبرر، ايضا بالكشف عن الملابس، ايضا بالاستعراض او عرض الاعضاء التناسليه للذكور بالنسبه للاطفال، امر في منتهى الخطوره. ايضا اجبار الطفل او اغراء الطفل بمشاهده مشاهد جنسيه مع البالغ. المخيف المخيف انه كثير من المعتدين الجنسيين على الاطفال هم يمتون للأطفال بصلة قرابة أو بصلة قد تكون صداقة، صديق للعيلة، قريب للعيلة، قد يكون أيضا جار. ليس هناك مستبعد من المعتدي جنسيا. الآباء والأمهات عندهم حالة من الحالات الطبية التي ينبغي أن نقف أمامها جدا، وهي حالة الإنكار. حالة الإنكار حالة تشبه حالة الهروب من الواقع، وهي هروب إلى منطقة التصديق الكامل بأن طفله عنده مناعة أو محمي بشكل أو بآخر من الاعتداء الجنسي الذي أتحدث عنه، رغم أن أنا قلت أنه 30% من الأطفال الآن في العالم سبق لهم الاعتداء الجنسي. ساعات قدام الإنكار في حالة تانية من حالات نقدر نقول عليه الخوف الشديد الغير مبرر، اللي هو بقى ينقلب الأمر إلى وسواس قهري، يعني نوع من أنواع الوساوس القهرية، إنه يصبح عند الأب أو الأم وسواس بأن طفله محرض دائما إلى اعتداء جنسي. الإنكار خطر جدا وغير مفيد، والوسواس واعتقاد الأب والأم بأنه أولادهم في خطورة مستمر أيضا، ده شيء مرضي وده شيء ممكن يدمر حياة الطفل. والطفل الذي يتعرض إلى اعتداء جنسي أساسا يتعرض إلى شيء مهم جدا من الأعراض أو مجموعة من الأعراض في منتهى الخطورة. أول شيء عايز أنبه عليه قبل ما أتكلم على الأعراض بالتفصيل هو أنه معظم الأطفال لا يظهر عليهم أي حالة واضحة، كتير جداً من الحالات يتعرضون لاعتداء جنسي ولا يظهر عليهم أي شيء، فدي نقطة هنقف قدامها شوية. لكن في أعراض كتيرة جداً، يعني ممكن جداً يحس الطفل أنه دائماً بعد تعرضه لهذه الحالة أنه عنده حالة من حالات الدونية أو النقصان، إنه أقل من أقرانه، ويحس دايماً بعدم الثقة، عنده إحساس دائماً بالخجل والتواري، لأنه في جزء معين من شعوره هو يحس أنه ارتكب أو أخطأ خطأً كبيراً. أيضاً يرى الجميع، أحياناً بعض الأطفال يرون أنه الجميع قد يكون مشاركين بشكل أو بآخر أو مجرمين، الكل مجرم. وبرضه في علم النفس هناك خيال عند الأطفال، ينبغي أن أستطيع أن أفرق بين خيال الطفل وبين واقعية السرد، بين الحوار الحقيقي وبين ربما حوار خرج من عقلية الطفل. لكن لم في المقام الأول ينبغي أن أضع أن في الاعتبار أنه هذا الطفل يتحدث أو يتكلم معي بصراحة بدون أن يكون كاذب. التحرش الجنسي بالأطفال ليس أمراً سهلاً، ليس أمراً هيناً، ليس مرضاً عادياً، هو مرض له عوامل كثيرة، منها اجتماعية، منها عوامل نفسية، منها عوامل غياب الدين، عوامل غياب الفهم الحقيقي للدين. لكن في النهاية كل طفل تعرض للاعتداء الجنسي ولم يلقى الاهتمام هو مشروع لمعتدي قادم، وهو مشروع لشاذ جنسيا، هو مشروع لمريض نفسي قد يصل المرض النفسي الخاص به إلى مرحلة في منتهى الخطورة، في علاقة وثيقة بين القتلة
بيسموهم أصحاب القتل التسلسلي أو أصحاب القتل المتكرر اللي عندهم نهم للقتل، وبين الاعتداء الجنسي عند الأطفال. موضوع في منتهى الخطورة، ولكن سيبقى حلقات وحلقات نتحدث فيه في واحدة من أخطر الظواهر، ليست في مجتمعنا فقط ولكن في مجتمعنا أقل ما يمكن، هي في المجتمعات الغربية أكثر خطورة من الموجود في المجتمعات العربية بكثير، ولكن الفرق أنهم يدرسونها بدقة ونحن ما زلنا في حالة إنكار. خليكم دايماً معنا، سلام. ده علاج وحاجة حتمية، مش حاجة مش رفاهية، بتغير حياة البني آدم. شفنا ناس كتير قوي كانت فضلت 20 و30 سنة بتعاني من أسنانها، ولما اتغيرت أسنانها اتغيرت حياتها كاملة. نسمع كتير قوي عن حالات، وبنشوف كتير حالات ناس كان عندها أسنانها شكلها حلو، راحت تعدلها رجعت بقى عندها ضب. دايما تسمع في العيادات وبتشوف في عيادة الأسنان ليه عندها ضب، إن زي ما قلت لك هي مش نوع، ما المريض ما بيجيش لو طلب منك حاجة غلط لازم ترفض.